مواسات طفلة. كنا وقد أزف المساء نمشي الهوينا في الخلا حتى إذا عدنا على صوت المؤذن بالعشاء سرنا بجانب منزل متطامن واه البنا فاستوقفتني وانبرت وثبا كما تثب الظبا حتى توارت فيه عني فانتظرت على استيا وارتدت في الأمر الذي ذهبت إليه في الخفا فتبعتها متضائلا أمشي ويثنيني الهيا فرأيت أما باديا في وجهها أثر البكاء ورأيت ولدا سبعة سفرا عجافا أشقيا سود الملابس كالدجا حمر المحاجر كالدماء وكأن ليلى بينهم ملك تكفل بالعزاء وهبت فأجزلت الهبات ومن أياديها الرجاء فخجلت مما رابني منها وعدت إلى الورى وبسمت إذ رجعت فقلت كذا التلتف في العطاء كنا وقد أزف المساء نمشي الهوينا في الخلا حتى إذا عدنا على صوت المؤذن بالعشاء.